معرض فني للتصوير الزيتي بعنوان الروح للفنانة داليا صبحي. يعبر المعرض عن الفنون الشعبية، واستخدمت الفنانة في لوحاتها خامات مختلفة من الزيت والأكريليك، معتمدة على الألوان الشعبية المتعارف عليها. المعرض باسم روح بيتناول جولة في روح المرأة الشرقية، المرأة الرقيقة، الروح الجميلة بكل تفاصيلها في الحياة. استخدمت طبعا خامات مختلفة وألوان مختلفة وتكنيك مختلف كل عمل من أعمالي. استخدمت زيت على الكانفاس، أكريليك، تحبير رابيدو، عشان أبرز سمات الروح دي وجماليتها. هي كانت جولة، أنا أخذت نفسي في جولة للمرأة، روح المرأة الشرقية من الشرق إلى الغرب في مختلف الأزمنة فعلا وفي مختلف الأمكنة. هي كانت رحلة في خبايا الروح دي، أنا أفتش فيها عن أسرار هذه الروح عبر كل المراحل اللي عدت عليها في ثلاث مجموعات قريبة جدا إلى روحي أنا كامرأة شرقية. في مجموعة جنة، مجموعة جنة تطرح سؤال: هل المرأة من وجهة نظر العالم عموما، هل المرأة جنة، هل هي دنيا، أم هي الاثنين مع بعض؟